اللقاء النهارده كان موجود في نقابه العلوم الطبيه، وطبعا كان عندهم بعض المشاكل الفئويه والتخصصيه المتعلقه بهذا القطاع المهم، خصوصا الفنيين الصحيين، ودون ان شاء الله ان احنا ننقل صوتهم ونوصله للجنه الهواء الوطني عشان ان شاء الله تكون امامهم ونقدر ناخد فيها كثير من الاجراءات اللي تساهم يعني بقدر الامكان في ان احنا نكون في جمهوريه جديده في السؤال اللي نتمناها. بنتكلم على شريحة مهمة جدا النهاردة في القطاع الصحي، بنتكلم على فنيين، فنيين الأشعة، فنيين المعامل، كان أمر مهم جدا النهاردة في قطاع الإحصاء الطبي، محاور مهمة النهاردة ومطالب مشروعة بتطلبها النقابة النهاردة، وتبنينا إن شاء الله كل توصياتهم. استمعنا إلى شرح وافي من خبرات كمان من أعضاء النقابة، تم التطرق لعدة حلول مقترحة من النقابة سيتم رفعها إلى الحوار الوطني.